وكالعادة يوميا بنروح للإمارات عشان نعرف آخر الأجواء وأجواء أكتر عن كأس السوبر المصري ومباراة النهائي ما بين النادي الأهلي وفيوتشر. وبينضم لينا ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمد مراد. يا مراد، مساء الفل عليك كابتن، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير ودايما كده متألق. ربنا يخليك يا حبيبي محمد. طمنا على آخر الاستعدادات لهذه المباراة النهائي كأس السوبر الأبطال ما بين النادي الأهلي وفيوتشر. يعني خلاص، يعني كان من تدريبات الفرقتين النهارده تحديدا أصحاب النهائي الأهلي وفيوتشر. الأهلي اتدرب الساعة 6 بتوقيت الإمارات يا كابتن، بعدها فيوتشر اتدرب الساعة 8 بتوقيت الإمارات برضه على ملعب فرعي، حفاظا طبعا على ملعب رئيس ملعب محمد بن زايد اللي هيستضيف المباراتين غدا ان شاء الله. سبقهم طبعا مؤتمر صحفي لمستر كولر ومحمد الشناوي، وكان مؤتمر صحفي للمدير الفني لفيوتشر المدرب البرتغالي كورموسينيو. الحقيقه يعني طبعا هتكلم على تصريحات المدرب البرتغالي، طبعا اللي عارف يعني طبعا قيمه وقامه النادي الاهلي، وبيتكلم ان هو بيلعب ماتش مع اكبر فرق القاره الافريقيه، مش يعني قال ديفلوبمنت، قال انا بلاعب فريق يعني مش اكبر فريق في مصر بس، لا اكبر فريق في افريقيا والوطن العربي في الفتره في السنوات الاخيره، فريق من الفرق الكبيره اللي بيضم لعيبه كبيره جدا. ماتش هيبقى صعب علينا طبعا، لكن احنا يعني بنسعى ان احنا نلعب ونحقق نتيجه ايجابيه ونفوز باللقب، يعني وحاجه تحصل اليوم في التاريخ. نفس الامر يعني كابتن مستر كولر طبعا اتكلم على الاستعدادات، وقال ان هو يعني لغايه قبل التدريب ما استقرش على التشكيل اللي هيخوض فيه المباراه في الاسلام. قال لك طبعا بواجه الظروف يعني بسبب الاجهاد الفتره اللي فاتت، الفريق كان عائد من المشاركه في كاس العالم للانديه وبعد كده ماتش سيراميكا، وقال انا هحدد التشكيل لسه بعد التدريب النهارده واشوف الحاله البدنيه والفنيه لبعض اللعيبه علشان استقر على التشكيل اللي هاخد بيه المباراه. قال طبعا يعني فريق فيوتشر من الفرق الكويسه اللي ماشيه فترات الفتره الاخيره، لكن طبعا النادي الاهلي في اي بطوله بيبقى موجود يبقى هو طبعا المرشح رقم واحد للقب، وان هو فريقه على طول يعني واللعيبه بيبحثوا في اي بطوله ان هم يلعبوا على اللقب. ورانا جماهير ما بترضاش التعادل او يعني في اي مباراه مهما كان الفريق اللي احنا بنواجهه، فبالتالي لما بنخسر يعني طبعا طبيعي بيزعلوا، وده امر طبيعي لجماهير النادي الاهلي اللي تعودت خلاص ان الفريق يبقى رقم واحد على طول. النهارده التدريب اللعيبه كلها يعني كانت موجوده، محمد شناوي شفنا التدريب الفرنسي، محمد شناوي ما كانش موجود، لكن في المؤتمر الصحفي مستر كولر اكد جاهزيه الشناوي، ونفس الامر محمد شناوي قال انا برضه يعني انا جاهز ولسه فاضي 24 ساعه في التنسيق بين الجهاز الفني والجهاز الطبي، هيحددوا النهارده طبعا ايه مصير الشناوي، هيلعب بكره لا، ومصطفى شوبير طبعا موجود وحارس من الحراس المميزين طبعا. محمد شناوي طبعا يعني بلس يعني مش مجرد لا، محمد شناوي افضل حارس الحقيقه في افريقيا الفتره الاخيره، ماشي مستوى ثابت جدا سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر اضافه لاي مكان طبعا، ووجوده بكره يبقى مع الاهلي. يعني التذاكر يا كابتن اسلام احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، وكنت قلت لك يعني ان في اقبال بس اقبال مش كبير على ماتشات الدور ماتش الاهلي وسيراميكا او ماتش بيراميدز وفيوتشر، لكن ان شاء الله بكره يعني في اقبال يعني هيبقى افضل من الماتش اللي فات، ماتش النهائي طبعا يبقى الاهلي وفيوتشر في اقبال يعني مش اعتقد عايز أقول يوم الجمعه بيبقى يوم عمل عادي في الامارات صح؟ بالظبط بالظبط كده يا كابتن اسلام، بس السبت والحد بيبقوا اجازه رسميه، فده ان شاء الله يعني هيبقى امر كويس ان انت يعني يوم الاثنين بيبقى عمل في الامارات ودوله الامارات ما بقاش فيه راحات كتير، فده كان سبب برضه من عدم اقبال الجماهير على المباراه بالشكل اللي احنا كنا مستنيينه، لكن كان موجود حوالي 10 و 12000 الماتش اللي فات، ان شاء الله الماتش اللي جاي يبقى فيه عدد اكبر واكبر، وده الامر المتوقع. بكره يبقى في احتفاليه يحييها الفنان محمد حمايل. مباراة الثالث والرابع هتبقى الساعة 3 كابتن اسلام بتوقيت مصر. يعني كان في اتفاق النهارده ان جوائز الثالث والرابع يتم تسليمها علشان الفريقين ما يقعدوش يضطروا يكملوا لغايه المباراه النهائيه، وبالتالي يبقى تسليم الجوائز المباراه النهائيه مقتصر على صاحب المركز الاول والثاني فقط. يعني ان شاء الله يعني هل تم الاتفاق على هذا الامر؟ يعني كان في اجتماع فني من شويه وتم الاتفاق على هذا الموضوع.
ان بدل ما الفرقتين اصحاب المركز الثالث والرابع يقعدوا لغايه ما بعد المباراه النهائيه. نعم بعد المباراه النهائيه بالظبط كده كابتن. لا هيتم يعني توزيع الجوائز عليهم او توزيع الجوائز الماليه، وبعد كده يبقى في فرق المباراه النهائيه ينزلوا عادي الحماية عادي ويكملوا، ويبقى توزيع الجوائز مقتصر على فريق صاحب المركز الاول والثاني. يعني بكره الحكم خلاص تم الاعلان عنه، كابتن محمد عادل هيكون حكم مباراه الاهلي وبيرسر، ومعاه كابتن محمود ابو رجال واحمد حسام طه ومحمد معروف، وفي حكم بار محمود عاشور ويوسف البساطي حكم مساعد بار، في حاجه يعني حكم مساعد يعني حكم مساعد للرابع كابتن اللي هو احمد توفيق طلب اتحاد الكره عاملها بالتنسيق مع المجلس مع مجلس ابو ظبي ان هو يبقى موجود برضه. ويساعد يبقى برضه في دور في قلب الملعب. نفس الامر مباراه بيراميدز وسيراميكا هيديرها محمود البنا، ومعاه هاني عبد الفتاح وائل شعبان وامين عمر وسامي هلهل وطارق مجدي وحكم بار طارق مجدي ومعاه سمير جمال. فان شاء الله ان شاء الله مستنيين الجماهير بكره في الامارات تحضر وتكون متواجده. الحقيقه الاجواء هنا الاجواء يعني اجواء مميزه واجواء رائعه. ان شاء الله يعني اللعيبه الجماهير تبقى موجوده وتساند النادي الاهلي زحمام او تساند الدوره زي ما احنا متعودين في الفترات السابقه او دوره الدوري الاهلي. طيب برضه يا استاذ محمد، يعني بما اننا بنتكلم عن الجمهور وخلاص عرفنا ان الجمهور ان شاء الله بكره هيكون، هل هناك يعني احصائيات واضحه لحضرتك تقول لنا ان مثلا تم بيع 20,000 25,000 30,000 ولا لا مش قدامك؟ لا يعني الاحصاءات لسه يعني لسه هو المفروض مجلس ابو ظبي هو بعيد عنها لسه ما اعلنش عنها كابتن، لكن هو بيدينا مؤشرات. يعني المره اللي فاتت قلت لك ان في اقبال على التذاكر بس مش بالصوره الكبيره. صحيح. لا بكره ان شاء الله يعني بكره ان شاء الله. انت بتتكلم ان انت يعني شايف مؤشرات تودي مثلا لل 25 30,000. يعني اتمنى ان الرياض طبعا يوصل للرقم ده باذن الله بكره، لكن يعني البيع بيزيد على يعني مجلس ابو ظبي البيع بيزيد في الساعات الاخيره قوي. النهارده وبكره ممكن تلاقي الناس بتحضر عادي. هو توزيع التذاكر ده بيبقى الكتروني يعني او البيع الكتروني، فده امر سهل انت ممكن تحجز في فتره قليله. فان شاء الله النهارده وبكره يبقى العدد ممكن يزيد اكتر باذن الله، ويبقى موجود بكره ان شاء الله في الاستاد اعداد كبيره تليق بنهائي السوبر المصري وتليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. استاذ محمد التصريحات المدربين حضرتك شايفها زي الاربع مدربين؟ لا والله كابتن يعني الحمد لله يعني التصريحات كلها تصريحات واقعيه. يعني لما مدرب يشرف بيتكلم على النادي الاهلي بيتكلم طبعا بصوره كويسه، وبيتكلم على التنظيم وعلى المباريات ان بطوله رائعه، وان هو يعني سعداء يعني فريق زي سيراميكا ويشرف تحديدا سعداء بمشاركتهم بطوله كبيره زي دي مع فريق زي النادي الاهلي، ومع وجود التنظيم ده والوجود الجماهيري ده حاجه كبيره. كابتن ايمن رمادي حتى علق على الموضوع ده كابتن اسلام، يعني كان بيتكلم قال لك يعني باستثناء مثلا محمد ابراهيم اللي هو شارك قبل كده في السوبر المصري قصاد الاهلي، باقي اللعيبه ما عندهمش خبره، فدي حاجه كويسه ان اللعيبه عندها تكتسب خبره في المباراه والمحافل الكبيره دي، فده امر مميز. زي ما قلت لك زي ما اتكلمنا على مدير فني لفيوتشر ان هو بيتكلم على قوه البطوله طبعا، وان هو يعني كان واجه فريق قوي في بيراميدز فبيواجه فريق ثاني اقوى اللي هو الاهلي في النهائي، وطبعا بيعترف بقوه وجماهيريه النادي الاهلي واهميه لاعبيه. فطبعا كل التصريحات كلها شايف انها تصريحات ايجابيه وتصريحات واقعيه، يعني كابتن ما فيش حد يعني بيجمل الصوره، لا كلها تصريحات واقعيه. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات، وان شاء الله مباراه نهائيه تليق بنهائي سوبر الابطال ما بين النادي الاهلي ونادي مودرن فيوتشر.